بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء 11 لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنواصل الحديث عما تم التوصل إليه في نهاية اللقاء الماضي، والمتعلق بموضوع مخاطر الأعمال المصرفية وأنواع المخاطر. لكن قبل أن نبدأ، نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع واضح لدى الجميع؟ طيب، الموضوع المتعلق بالمخاطر، الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ هنالك نوعين من أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالمنشأة. هنالك مخاطر منتظمة أو ما يسمى بالمخاطر العامة، وهذه التي تتعرض لها جميع المنشآت بالسوق بصرف النظر عن خصائص المنشأة من حيث النوع أو الحجم أو هيكل الملكية. إذن لا علاقة لها بمنشأة بعينها، وإنما تتعرض لها جميع المنشآت بالسوق. النوع الثاني من أنواع المخاطر هي المخاطر غير المنتظمة، أو ما يسمى بمخاطر خاصة، وهي التي تواجه منشأة معينة نتيجة لخصائص وظروف تلك المنشأة وحسب الوضع المالي لتلك المنشأة. بشكل خاص فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المصارف، هنالك ثلاثة أنواع من أنواع المخاطر التي تواجه المصارف. النوع الأول المخاطر السوقية، ويندرج تحتها أربعة أنواع من المخاطر: أسعار الأسهم، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع. النوع الثاني المخاطر المالية، ويندرج تحتها نوعين رئيسيين: مخاطر الائتمان، ولهذا يفضل وجود
أسقف ائتمانية على ألا تتعداها البنوك، وأيضا النوع الثاني من المخاطر المالية ما يسمى بمخاطر السيولة. النوع الثالث من المخاطر التي تواجه المصارف هي المخاطر التشغيلية، فهذه نوعين: بشرية وفنية. لو تذكرون في اللقاء الماضي ذكرنا أن هنالك عوامل مؤثرة على قرارات التسعير، منها عوامل داخلية وذكرنا منها الأهداف الاستراتيجية وتكلفة الخدمة ومخاطر العمل المصرفي. النوع الرابع من العوامل أو العامل الرابع من عوامل الداخلية هو تنظيم عملية التسعير. تنظيم عملية التسعير حيث أنها تتأثر بالأشخاص متخذي قرارات التسعير من حيث الخبرة والكفاءة والتخصص. فمثلا نجد أن المحاسبين يعمدون لاعتماد الأسس المحاسبية في التسعير وتحقيق الربح، بينما خبراء التسويق يهدفون لتسويق وبيع الخدمة، وموظفي التسهيلات معنيون بجودة القروض على حساب الربحية والتسويق، فكل في تخصصه وحسب تخصصه. فبالتالي من شخص إلى شخص قد تختلف عملية تسعير الخدمة المقدمة. واضح؟ إذا نلخص ما تم ذكره في عوامل المؤثرة على التسعير الخدمة الداخلية. ذكرنا أنها 4 عوامل: الأهداف الاستراتيجية، تكلفة الخدمة، ومخاطر العمل المصرفي، وأخيرا تنظيم عملية التسعير. ننتقل الآن إلى العوامل الخارجية. نبدأها أولا بطبيعة السوق والمنافسة، وبالتالي لا بد على إدارة المصرف أن تتفهم طبيعة العلاقة بين سعر الخدمة المصرفية والطلب عليها، ودراسة جميع الجوانب التي قد تؤثر في الطلب على الخدمة، سواء كان لهذه الخدمة من حيث التقديم منافسون آخر، ولا فقط تقدم من قبل هذه أو هذا المصرف. العامل الثاني من العوامل الخارجية المؤثرة في قرارات التسعير مرونة الطلب السعرية. مرونة الطلب تعني مدى تأثر الطلب على خدمة معينة نتيجة تغير السعر بافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإنه يمكن للمصرف تعظيم إيراداته بزيادة السعر على الخدمات التي تتصف بعدم المرونة، وتخفيض سعر الخدمات التي تتصف بالمرونة. العامل الثالث من العوامل الخارجية المؤثرة في قرارات التسعير هي المسؤولية الاجتماعية للمصرف، وبالتالي سمعة المصرف لها الدور الأكبر في اقتناء ولاء العملاء للمصرف وبقائهم بتعاملهم مع ذلك المصرف.
وبالتالي كلما كان هنالك ولاء أكبر لعدد أكبر من العملاء لذلك المصرف كلما كان أفضل لذلك المصرف لتحقيق أرباح أعلى. العامل الرابع من العوامل الخارجية المؤثرة في التسعير هي التشريعات والقوانين. ومن ضمن هذه التشريعات والقوانين ما ذكرناه سابقا من الاحتياطي الإلزامي والذي يلزم به البنوك من قبل البنك المركزي. إذا هذا كل ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في تسعير الخدمات المصرفية سواء العوامل داخلية أو عوامل خارجية. واضح؟ طيب، ننتقل الآن إلى إدارة الخزينة. حيث يعتبر قسم الخزينة من أهم وأكثر أقسام البنك نشاطا وارتباطا بالعملاء أو الجمهور. ففي هذه الخزينة تجتمع كل واردات البنك النقدية، ومنه تخرج جميع مدفوعات البنك النقدية إلى الغير بعد استكمال دورتها المستندية في أقسام البنك الأخرى. حيث يتم تقسيم الخزينة في البنك التجاري إلى قسمين، هما القسم الأول قسم الخزينة الرئيسية، وهذا يعني بالاحتفاظ بأموال البنك النقدية، ومنها يتم تسليم النقدية بصيارفة العهد في الخزائن الفرعية للبنك في أول كل يوم، واستلام ما لديهم من نقدية في نهاية العمل اليومي، وكذلك تسليم فروع البنك ما تحتاجه من نقدية خلال فترة معينة واستلام الفائض منها لديهم. القسم الثاني من أقسام الخزينة هو قسم الخزائن الفرعية، وهي الخزائن المرتبطة بأقسام البنك المختلفة كالخزينة الخاصة بقسم الودائع وحسابات التوفير، أو الخزينة العامة بقسم الحسابات الجارية. وتتولى كل خزينة عملية استلام النقدية من العملاء أو صرف ما يستحق لهم من نقود بعد إكمال إجراءاتها المستندية. وفي البنوك الكبيرة يتم تقسيم الخزائن الفرعية إلى خزينة للوارد وأخرى للصادر، وخاصة في الأقسام التي تتعامل بكثرة مع الجمهور أو العملاء كقسم الحسابات الجارية أو حسابات التوفير. وبالتالي في الخزائن الفرعية تتم عمليات القبض والدفع، الاستلام والتسليم النقدي، استنادا إلى إشعارات مدينة هي بمثابة أوامر قبض أو دفع صادرة من الأقسام المختلفة في البنك. ولا بد من توضيح المقبوضات والمدفوعات في الخزائن الفرعية، حيث أن هنالك مجموعة من البنود تندرج تحت المقبوضات أو
النقدية المستلمة. من ضمنها المبالغ المقبوضة لإيداعها في الحسابات الجارية للعملاء. يعني لو رحت أنت معك مبلغ نقدي لأحد البنوك وأردت إيداع ذلك المبلغ بحسابك الجاري لدى ذلك البنك، فهذا المبلغ المعطى من قبلك إلى البنك يعتبر من ضمن المقبوضات لدى البنك. البند الثاني من المقبوضات هي المبالغ المقبوضة تسديدا للذمم المالية للعملاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء والحوالات الداخلية والخارجية. مثال على ذلك، لنفترض أن هنالك كمبيالة معينة يلزم سدادها اليوم لدى أحد البنوك، وبالتالي عند السداد تعتبر القيمة المستلمة من ضمن بنود المقبوضات بالنسبة للبنك. كذلك الحوالات، لو أردت أن تقوم بعملية تحويل مبلغ معين، فبالتالي هذا المبلغ المعطى لذلك البنك لتحويله إلى بنك آخر يعتبر من ضمن بنود المقبوضات. أيضا القيم النقدية المقابلة لبيع أو تحويل النقد الأجنبي، عندما تعطي أو تقوم بشراء نقد أجنبي فبالتالي هنالك عمولة يتقاضاها ذلك البنك، هذه العمولة يتم استلامها من قبل البنك وتعتبر أحد بنود المقبوضات. البند الرابع من المقبوضات هي تسديدات السلف والقروض الممنوحة للعملاء عند حلول آجالها. لنفترض أن عليك قرض لدى إحدى البنوك ويلزم سداد دفعة خلال هذا الشهر، فبالتالي هذه الدفعة التي تسدد لذلك البنك تعتبر من ضمن المقبوضات. أيضا النقدية التي تستلمها الخزينة الفرعية في بداية كل يوم من قسم الخزينة الرئيسي وتسمى بالعهدة اليومية، والتي يتسلمها صراف الخزينة الفرعية قبل بداية عمله اليومي في البنك. إذن هنالك مبلغ يسلم لقسم الخزينة الفرعي من قسم الخزينة الرئيسي بشكل يومي ويعتبر عهدة يومية لذلك الفرع من المصرف. وفي نهاية اليوم يقوم صراف الخزينة الخاص بالمقبوضات الواردة المستلمة بمطابقة الرصيد النقدية في نهاية اليوم مع مجموع يومية النقدية الواردة، وذلك وفق معادلة، ألا وهي أن رصيد نهاية اليوم يساوي العهدة المستلمة في أول اليوم يضاف إليه مجموع النقدية الواردة المقبوضات خلال اليوم. واضح؟ هذا كل ما يتعلق بالمقبوضات. وفي حال وجود رصيد نهاية اليوم فروقات أو شيء يتحملها ذلك الموظف. نعم، في مسائل حسابية في الاختبار كما ذكرنا مسبقا. طيب، العنصر الثاني المدفوعات، وهذه أيضا يندرج تحتها مجموعة من البنود، أهمها دفع الشيكات المسحوبة على الحسابات الجارية للعملاء. لنفترض أنك لديك شيك بقيمة 10,000 ريال وأردت سحبه نقدا من
أحد البنوك، فبالتالي هذا السحب يعتبر بالنسبة لذلك البنك من ضمن المدفوعات، لأنه قام بدفعه، خرج من الخزينة، أي مبلغ يخرج من الخزينة فهو من ضمن المدفوعات بخلاف المقبوضات. البند الثاني من المدفوعات تنفيذ أوامر الدفع الواردة إشعاراتها من أقسام البنك المختلفة مثل السلف والقروض وخصم الأوراق التجارية وشراء العملات الأجنبية، جميع هذه مبالغ خارجة من البنك فبالتالي تعتبر من ضمن المدفوعات. أيضا دفع الرواتب والأجور وموظفي البنك بما فيها سلف صندوق المصروفات النثرية يعتبر أيضا من ضمن المدفوعات. أيضا في حال احتياج ذلك البنك لشراء بعض من المعدات والآلات المكتبية تعتبر كذلك من ضمن المدفوعات في حال شرائها فعلا. وكما هو الحال في المقبوضات فإنه في المدفوعات في نهاية اليوم يقوم صراف الخزينة المدفوعات الصادر بمطابقة رصيد النقدية في نهاية اليوم مع مجموع يومية النقدية الصادرة، وذلك وفقا للمعادلة. رصيد النقدية في نهاية اليوم يساوي العهدة المستلمة في أول اليوم يطرح منه مجموع النقدية الصادرة من البنك أو المدفوعة. واضح؟ سداد الفواتير هي المصروفات النثرية، تعتبر المصروفات النثرية فبالتالي تعتبر من ضمن المدفوعات، لكن إذا جيت أنت ترغب بسداد فاتورة كهرباء أو فاتورة ماء أو خلافه لدى أحد البنوك، فبالتالي أنت تقوم بإعطاء ذلك البنك مبلغا معينا بقيمة الفاتورة، فبالنسبة للبنك ذلك المبلغ يعتبر من المقبوضات. واضح؟ في قسم الخزينة الرئيسية يتم التحقق من النقدية في نهاية اليوم، وذلك من خلال أن ذكرنا أن المقبوضات لها معادلة والمدفوعات كذلك، وفي نهاية اليوم تعود المبالغ إلى الخزينة الرئيسية، وبالتالي الخزينة الرئيسية يقوم بمطابقة والتحقق من سلامة وصحة المبالغ، فبالتالي الرصيد الدفتري يساوي في الخزينة الرئيسية رصيد النقدية في بداية اليوم الفعلي يضاف إليه مجموع النقدية المستلمة خلال اليوم يطرح منه مجموع النقدية المنصرفة خلال اليوم. ويتم المطابقة والتحقق بين الرصيد الدفتري دفتر يومية الخزينة مع الموجود فعلا بالخزينة الرئيسية الرصيد الفعلي. واضح فيما يتعلق بإدارة الخزينة؟ ننتقل الآن إلى المصادر الرئيسية لتمويل البنك.
وهنا يمكن تقسيم الموارد إلى مصادر تمويل داخلية، وهذه تتمثل برأس المال المودع من حملة الأسهم مضافا إليه علاوات الإصدار والاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحتجزة. وتعرف هذه الموارد جميعها باسم حقوق الملكية أو حقوق المساهمين، أو ما يسمى بقاعدة رأس مال البنك وفقا لمسميات لجنة بازل المصرفية. والقسم الثاني من مصادر التمويل هو قسم مصادر تمويل خارجية، مصادر التمويل الخارجية، وهذه تتمثل بودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية، والودائع لأجل، والودائع بإشعار، وودائع التوفير في حال وجودها لدى البنوك الربوية. هنالك سؤال مهم يقول: أهمية، ما هي أهمية رأس المال ودوره في البنك؟ يمكن تلخيص وظيفة رأس المال لدى البنك في مجموعة من البنود أو النقاط، أهمها وظيفة تنظيمية، وذلك للاستفادة خاصة في بداية نشأة ذلك البنك كمصروفات تأسيسية وأجور موظفين وشراء الأصول الخاصة في المرحلة الأولية من نشاط ذلك البنك. الوظيفة الثانية لرأس المال هي الوظيفة التشغيلية، وذلك للاستفادة من ذلك المبلغ في تسيير وتشغيل أعمال البنك إداريا وماليا. الوظيفة الثالثة هي وظيفة لحماية أموال المودعين، وذلك لحمايتها ضد المخاطر التي قد تواجه أعمال البنك، سواء مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. وأنه كلما زاد رأس المال يؤدي إلى دعم قاعدة تعزيز الثقة في أداء البنك وجذب المودعين. الوظيفة الأخيرة هي وظيفة استثمارية، يمكن للبنك استثمار جزء من رأس ماله في أنشطة تمويلية بجانب إيداعات العملاء، بجانب إيداعات العملاء. ولعلنا نتوقف هنا، وذلك الإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكويز. فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام أو بما تم ذكره أثناء اللقاء بشكل خاص فليتفضل. من لديه أي سؤال فليتفضل. ذكرنا فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين مثل الاحتياطي القانوني الذي يكون إلزامي من قبل مؤسسة النقد أو البنك المركزي. أحد عنده أي سؤال؟
أي سؤال. طيب هذا الكوز الآن أمامكم، هو عبارة عن ثلاثة أسئلة، آمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. فقط للتنويه حتى ما أنسى، هنالك محاضرة ثانية اليوم إن شاء الله تبدأ في تمام الساعة 9:15، تمام 9:15، ويعتبر باعتبار أنه اللقاء الأخير في هذا المقرر لهذا الفصل بمشيئة الله تعالى. نعم الكويز أمامكم الآن، نأمل منكم جميعا حله في الوقت المحدد. طيب انتهت الآن الوقت المحدد للمحاضرة
إجابة عن الكويز، ولعلنا نقوم بحله مع بعضنا البعض. فذكر لنا في السؤال الأول، يقول أحد الأساليب المحاسبية في تسعير الخدمات المصرفية، وأعطانا 3 خيارات، والاختيار الصحيح هو الأساليب المستندة للتكلفة. السؤال الثاني، يقول المخاطر التي تواجه منشأة معينة نتيجة لخصائص وظروف تلك المنشأة تسمى ب المخاطر العامة، ولا مخاطر غير منتظمة، ولا مخاطر منتظمة تسمى ب المخاطر غير المنتظمة. وأخيرا، يتم تقسيم الخزينة في البنك التجاري إلى القسمين، ولا 4 أقسام، ولا 5 أقسام. الإجابة الصحيحة أنها تنقسم إلى قسمين. الإجابة الصحيحة أنها تنقسم إلى قسمين. وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. إن شاء الله نختم اليوم في اللقاء الأخير بمشيئة الله تعالى. أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام؟ أي سؤال؟ هل من أسئلة تتعلق بالمقرر بشكل عام؟ تبقى لدينا لقاء واحد وسنعرضه بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 9:15، يعتبر أنه اللقاء الأخير لهذا المقرر. Recording in progress.
هل من أسئلة أخرى تتعلق المقرر؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ البنك المحلي هو المصدر ل الاعتماد المستندي البنك المحلي. أحد عنده أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر قبل أن نختم؟ أي سؤال آخر قبل أن نختم يتعلق بالمقرر بشكل عام؟ بهذه النقطة نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.